السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد في مادة الدراسات الاجتماعية، وهو درس المناخ والنبات الطبيعي في الوطن العربي، اللي هو احنا إن شاء الله هنختم بيه الوحدة الأولى في الجغرافيا. مبدئيا قبل ما نتكلم على المناخ والنبات، كلنا عارفين إن المناخ ده معناها وصف حالة الجو في فترة زمنية طويلة، ولكن التعريف ما يخصنيش السنة دي، أنا واخده طبعا من زمان. بس قبل ما أتكلم على تعريف المناخ، يهمني قوي إن أعرف إيه هو تعريف المناخ، ثم هنتكلم بعد كده في العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي. أولا، المناخ في الوطن العربي، قبل ما أتكلم عن أي حاجة، في ال 22 دولة من نعمة ربنا سبحانه وتعالى إن ال 22 دولة المناخ فيهم بيتماشى بالتنوع، يعني المناخ مش ثابت أو حالة الجو مش ثابتة في ال 22 دولة العربية، ولكن بيتميز المناخ بالتنوع. وهنا هنقول سؤال مهم جدا، ان نتيجة التنوع ده قد تؤدي الى اشياء مفيدة جدا، وهي تنوع المناخ بيؤدي الى تنوع المحاصيل الزراعية وتنوع النبات الطبيعي، لان طالما المناخ تنوع اكيد هلاقي نبات طبيعي متنوع، غابات، حشائش. مش بس كده، ده بيؤدي الى كمان حدوث تبادل وتكامل بين الدول العربية، يعني ممكن الدول العربية يحصل بينها تبادل وتكامل، دولة عندها محصول صيفي تتبادل مع دولة عندها محصول شتوي والعكس صحيح. يبقى تنوع المناخ يؤدي إلى تنوع النبات والمحاصيل الزراعية، ويؤدي إلى التبادل والتكامل بين الدول العربية. ثم هننتقل إلى نقطة مهمة جدا، وهي العوامل المؤثرة في المناخ. أول عامل بيؤثر في مناخ الوطن العربي هو الموقع بالنسبة لدوائر العرض. هنا هنسأل كلنا إيه علاقة دوائر العرض بحالة الجو أو بالمناخ؟ هنلاقي إن الإجابة إن كلما نقترب من دائرة الاستواء زي ما ذكرنا في الصف الأول الإعدادي، بترتفع درجة الحرارة، وطبعا ده لسقوط أشعة الشمس عمودية. وكلما نبتعد عن دائرة الاستواء شمالا أو جنوبا، تنخفض درجة الحرارة، لأن أشعة الشمس بتبتدي تسقط مائلة. إذا الموقع بالنسبة لدوائر العرض مؤثر جدا في المناخ. كلما اقتربنا من دائرة الاستواء ترتفع الحرارة، كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء تنخفض درجة الحرارة. ثانيا، القرب او البعد عن المسطحات المائيه، ودي لازم اعرفها لانها مهمه جدا، لان القرب او البعد عن المسطحات المائيه بمعنى الاماكن القريبه من بحار ومحيطات تختلف تماما في مناخها او حاله الجو بها عن الاماكن البعيده عن البحار والمحيطات. اي مكان بيبقى قريب من مسطح مائي بيسموه في الجغرافيا مناطق ساحليه، ودي بتتميز باعتدال مناخها، زي اسكندريه مثلا في مصر، بيروت في لبنان، دي بتسمى جغرافيا مناطق ساحليه سنه ثانيه، يعني دائما مناخها بيتماس بالاعتدال، او بيقال مناخها مناخ جذري، مناخ جذري للطلبه بتوعنا الشاطرين. المناطق التي لا تطل على مسطحات مائيه اللي هي بين قوسين بيسموها مناطق قاريه، مثل المناطق الصحراويه كده بيسموها مناطق قاريه، بتتماس بارتفاع الحراره الشديده صيفا وانخفاض الحراره شتاء، شديد الحرارة صيفا وشديد البرودة شتاء، وتسمى بمناخ قاري لأنها لا تطل على مسطحات مائية ويحيط بها اليابس من جميع الجهات. إذا القرب أو البعد عن المسطحات المائية بيؤثر، لأن المناطق اللي بتطل على مسطح مائي بتتميز باعتدال المناخ، والمناطق التي لا تطل على مسطحات مائية أو تكون بعيدة تكون مناطق قارية وتتميز بارتفاع الحرارة صيفا وانخفاضها شتاء. رقم 3، التضاريس. التضاريس سبق وذكرناها في الدرس الثاني في الجغرافيا، وعرفنا ان التضاريس دي اشكال سطح الوطن العربي، جبال، هضاب، سهول. ولكن ما علاقة التضاريس بالتأثير في المناخ؟ التضاريس بتأثر عن طريق نقطتين يا ولاد. أول نقطة وهي الارتفاع، لأن هناك قاعدة جغرافية ثابتة بتقول إن إحنا كل ما بنرتفع 150 متر عن سطح البحر بتبدأ درجة الحرارة في الانخفاض درجة مئوية. لذلك لو ركزنا نلاقي قمم الجبال العالية زي جبال لبنان في الوطن العربي بيغطيها الجليد. الإجابة لأن كلما ارتفعنا 150 متر تنخفض درجة الحرارة درجة مئوية، لذلك تغطى قمم الجبال مثل جبال لبنان بالجليد. يبقى الارتفاع بيؤثر في المناخ، أدي أول عنصر بالتضاريس. العنصر الثاني أو النقطة الثانية، اتجاه كتل الجبال. دائما عندما تنظر إلى الجبال المواجهة للبحار مثل جبال أطلس التي تقع في دول المغرب العربي في الجناح الافريقي اللي سبق وكلمنا عنها كجبال التوائيه، هنلاقي ان جبال اطلس دايما يا اولاد السفوح الاماميه بتاعتها غزيره في المطر عن السفوح الخلفيه. السؤال هنا ليه؟ في متفسر، اذكر السبب
أي صيحة العبارة للسفوح الأمامية الأطلس غزيرة مطرا عن السفوح الخلفية، لأن الرياح المحملة ببخار الماء، كلنا عارفين إن الرياح هي اللي بتحمل ببخار الماء وبتصعد بيه لطبقات الجو العليا في السماء، ثم يتكاثف هذا البخار ويسقط على هيئة أمطار. أثناء صعود الرياح المحملة ببخار الماء إلى طبقات الجو بتصطدم دائما بالسفوح الأمامية للجبال، لذلك عند سقوط الأمطار تسقط الأمطار بغزارة على السفوح الأمامية لأنها اصطدمت بالرياح المحملة ببخار الماء. معلومة برضو للطلبة بتوعنا الشاطرين، المناطق اللي بتقع خلف الجبال أو السفوح الخلفية دي دائما بيسموها منطقة ظل المطر في الجغرافيا. يعني إيه منطقة ظل المطر؟ منطقة تصل إليها الرياح، لكن تصل إليها محملة بالأمطار غالبا جافة أو شبه جافة، لأن طبعا السفوح الأمامية ولاد هي اللي بتاخد الأمطار بنسبة كبيرة جدا، فعبال ما الأمطار بتوصل للسفوح الخلفية بتصل جافة أو شبه جافة، وهي ما تسمى منطقة ظل المطر. إذا اتجاه الكتل الجبلية بيؤثر في توزيع المناخ أو في أحوال المناخ في الوطن العربي، لأن دايما السفوح الأمامية زي أطلس بتبقى غزيرة عن السفوح الخلفية لاصطدام الرياح المحملة بالبخار بالسفوح الأمامية دائما. كده احنا اتكلمنا في العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي. هنتنقل لنقطة مهمة جدا وهي الأقاليم المناخية في الوطن العربي. أنا عندي أقاليم مناخية في الوطن العربي مهمة جدا، وهي أول إقليم إقليم البحر المتوسط. لو كلنا بصينا في خريطة الوطن العربي، أنا سبق وعرضت خريطة العالم، ولكن خريطة الوطن العربي هتوضح لي بصورة أكبر، هلاقي إن إقليم البحر المتوسط ده بيشمل الأطراف الشمالية من الوطن العربي. يعني هبص على الخريطة اللي واخد الأطراف الشمالية فوق، بيروت في لبنان، طرابلس في ليبيا، اسكندرية في مصر، كل الأطراف الشمالية من الوطن العربي اللي على سواحل البحر المتوسط، مثل مصر زي ما اتفقنا، ليبيا اللي هي طرابلس، بيروت في لبنان، المغرب، تمام. كل دي دول تنتمي لإقليم البحر المتوسط. ولكن بما إني بدرس أي إقليم باخد الموقع وباخد الخصائص المناخية بتاعته أحواله. إقليم البحر المتوسط بيتميز بارتفاع درجة الحرارة والجفاف صيفا، يتميز بأنه مرتفع في الحرارة وجاف صيفا، ويتميز بأنه معتدل ممطر شتاء، يعني حار جاف صيفا معتدل ممطر شتاء، حار جاف صيفا معتدل ممطر شتاء. ثم هنذكر الخصائص النباتية والحيوانية في إقليم البحر المتوسط. لو كلمنا على الخصائص النباتية هنلاقي إن في غابات بتنتشر جدا في إقليم البحر المتوسط، وهي الغابات المعتدلة. ودائما الغابات المعتدلة دي بلاقيها دايما بتنمو فوق منحدرات الجبال العالية. وين هنسأل سؤال بما تفسر؟ لأن منحدرات الجبال دايما بتبقى غزيرة في الأمطار زي ما اتفقنا، زي جبال أطلس، مرتفعات الشام، شمال العراق، دي كلها على فكرة تعتبر عندها غابات معتدلة لأنها غزيرة في الأمطار. طب طالما غابات يبقى لازم يكون جواها أشجار. إيه هي أهم أشجار الغابات المعتدلة؟ البلوط الفليني، الصنوبر، القرص. بلوط الفليني، الصنوبر، القرص. وبالمناسبة القرص أو القرص دولة لبنان واخدة شعار ليها، لأن الشجرة أصلا موجودة عنها، لأن لبنان بتنتمي لإقليم البحر المتوسط. ده مش بس ولاد في غابات معتدلة في الإقليم ده، ده في حشائش بتنمو في الإقليم ده تسمى حشائش معتدلة. يعني عندي غابات معتدلة وحشائش معتدلة اللي هي الستبس، مكانها على خريطة الوطن العربي ما بين إقليم البحر المتوسط والإقليم القادم إن شاء الله اللي هو الصحراوي. ما بين الاتنين كده في الوسط بتنمو حشائش الاستبس، والحشائش دي معتدلة فأكيد بتزدهر في فصل الشتاء وتجف صيفا. يعني الحشائش دي بتزدهر جدا في الشتاء وتنمو وتجف في الصيف. أهمية حشائش الاستبس، تربى عليها الثروة الحيوانية مثل الأغنام والماعز. يبقى أنا عرفت إن الخصائص النباتية في البحر المتوسط عبارة عن غابات معتدلة وحشائش معتدلة اللي هي الستبس، وأهمية الستبس تعتبر مراعي طبيعية تربى عليها الثروة الحيوانية زي الأغنام والماعز. ثم هنتحدث عن الإقليم الصحراوي، وهو ثاني الأقاليم المناخية في الوطن العربي. الإقليم الصحراوي بيشغل حوالي 80% من مساحة الوطن العربي، وهو يعتبر أكبر الأقاليم المناخية مساحة، لأنه بيشغل مساحة كبيرة جدا من الوطن العربي، ويقع بين الإقليم الأول
البحر المتوسط شمالا، وبين الاقليم الاخير وهو المداري جنوبا. الصحراء واخد مساحه كبيره جدا يا جماعه وشاسعه في وسط الوطن العربي. خصائصه المناخيه زي ما اتفقنا، الاقليم الصحراوي يعتبر منطقه قاريه، شديد الحراره صيفا خاصه في النهار، شديد البروده شتاء خاصه في الليل. يعني اقليم الصحراء يعتبر قاري، شديد الحراره نهارا صيفا، شديد البروده شتاء وخاصه ليلا. وطبعا الامطار تكاد تكون نادره او جافه في الاقليم الصحراوي. ثم الخصائص النباتيه، النبات في الاقليم الصحراوي سنه ثانيه صعب يتحدد شويه او بيختلف حسب كميه المطره. انت بتقول الامطار احيانا نادره احيانا جافه فحسب كميه المطر. يعني هنفترض ان الامطار قليله، اذا ستنمو حشائش قصيره جدا. هنفترض ان الامطار نادره، يعني كلما تنزل امطار في الصحراء الاقي في نباتات شوكيه زي الصبار في المناطق نادره الامطار. يعني لو الامطار نادره يبقى نباتات شوكيه وصبار، لو الامطار قليله حشائش قصيره. طبعا كلنا اكيد عارفين اهم الحيوانات اللي بتنمو في الصحراء، الزواحف والابل والغزلان. ثم هنتحدث عن الاقليم الاخير وهو الاقليم المداري. الاقليم المداري احنا كده خدنا البحر المتوسط في الاطراف الشماليه، الصحراوي ما بين البحر المتوسط شمالا والمداري جنوبا، ثم الاقليم المداري جنوب الوطن العربي. المداري لما نيجي ان شاء الله نبص على الخريطه بتاعت الوطن العربي هنلاقيه واخد مساحه كبيره جدا في معظم السودان، يعني واخد معظم السودان، واخد جنوب موريتانيا، واخد وسط الصومال، واخد جنوب غرب شبه الجزيرة العربية عند دولة اليمن. يعني واخد مساحات كبيرة جدا من الوطن العربي في الجنوب، معظم السودان، واخد جنوب موريتانيا، واخد وسط الصومال، واخد جنوب غرب شبه الجزيرة العربية باليمن. خصائصه المناخية بيتميز بارتفاع درجة الحرارة وسقوط أمطار صيفا، والشتاء يتميز باعتدال الحرارة أو انخفاضها والجفاف. يعني في الشتاء بتميز إن درجة الحرارة منخفضة وفي جفاف، مفيش أمطار، أمطاره صيفا، يعني بتميز بارتفاع الحرارة صيفا وسقوط أمطار، والشتاء انخفاض الحرارة ويسود الجفاف. الخصائص النباتية يعتبر هو عكس إقليم البحر المتوسط يا أولاد، يعني إقليم البحر المتوسط أمطاره شتاء لكن المداري أمطاره صيفا. الخصائص النباتية هلاقي ان في غابات اسمها غابات مداريه، يعني الغابات اللي موجوده في الاقليم المداري اسمها غابات مداريه، وهي تشبه غابات اسمها الغابات الاستوائيه بس مش موجوده عندي السنه دي. كان في اقليم اسمه الاستوائي رابع ولكن مش موجود، وكان بيوجد فيه غابات استوائيه. احنا هنذكره بس كملحوظه هنا لان الغابات المداريه اشجارها اقل في التشابك شويه ولكن مش شبه الغابات الاستوائيه، اقل تشابك وكثافه من الغابات الاستوائيه، وهي تشبه الغابات الاستوائيه الى حد ما، يعني الغابات المداريه تشبه الغابات الاستوائيه. اهم الاشجار في الغابات المداريه شجره اسمها شجره الصنت. الشجره دي مهمه جدا يا اولاد وبيجي عليها اسئله كتير في الامتحانات، يقول لي اهميه شجره الصنت بالغابات المداريه، بيستخرج منها الصمغ العربي، عشان كده هي ليها اهميه اقتصاديه كبيره جدا وليها قيمه اقتصاديه. بيستخرج منها الصمغ العربي. مش بس في غابات مدارية، ده كمان في حشائش حارة. يبقى أنا عندي خلي بالكم في الدرس في نوعين من الحشائش، معتدلة اللي هي الستبس في إقليم البحر المتوسط، وحشائش حارة اللي هي السافانا في الإقليم المداري. السافانا دي بتتميز بإنها ولاد حشائش طويلة جدا، ولكن طولها بيبتدي يتدرج، يعني بيقل واحدة واحدة كلما اتجهنا من الجنوب إلى الشمال، لأنها بتعتمد على كمية الأمطار، فحسب كمية الأمطار بتبتدي تتدرج في الطول من الجنوب إلى الشمال. أهمية السافانا، يعني الستبس شفنا كنا بنستفيد منها إيه؟ كان بيربى عليها أغنام وماعز. السافانا بيعتبروها في الجغرافيا حديقة حيوان طبيعية، حديقة حيوان طبيعية حيث يعيش فيها حيوانات أكلة العشب زي الزراف والأفيال، وأكلة اللحوم زي الأسود والنمور. وده سؤال مهم جدا في الامتحان، تعتبر السافانا حديقة حيوان طبيعية حيث يعيش فيها حيوانات أكلة العشب وحيوانات أكلة اللحوم مثل الأسود والنمور. اللي هنا بيكون انتهى درسنا، وان شاء الله نتقابل في الوحدة القادمة في الجغرافيا على خير، وبالتوفيق ان شاء الله وربنا معاكم. شكرا جزيلا.